أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا ما شكر الله عز وجل على نعمه فإن الله يثبت فيه النعمة ويزيده، فقال الله عز وجل: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد" من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة الكلام والنطق، هذه نعمة عظيمة على الإنسان أن يشكر ربه عليها، إن شكر كل نعمة انما يكون بحسبها. فهذه النعمة تحتاج الى شكر. وشكر نعمة الكلام والنطق يكون بان ينطق الانسان وان يتكلم بالكلام الطيب. الكلام الطيب هو الكلام الذي يبني ولا يهدم. هو الكلام الذي يصلح ولا يفسد. هو الكلام الذي يرضي الحق تبارك وتعالى. هو الذي فيه الخير، هو الذي فيه النفع، هو الذي فيه صلاح الإنسان وصلاح غيره أما غير ذلك فكلام فاسد كلام لا يقبله الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتكلموا بالكلام الحسن فقال عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً الكلم الطيب جعله الله سبحانه وتعالى طريق الصالحين وطريق المؤمنين هدى الله عز وجل عباده المؤمنين الى هذا الكلم الطيب فقال الله عز وجل ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد هذا الكلام الطيب هو الكلام الذي أراده الله عز وجل، وهو الذي حثنا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه لا يقبل إلا الكلام الطيب، وأن الكلام غير الطيب لا يقبل وإنما يرد على صاحبه، فيقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان من صفات المؤمنين وان الانسان لا يكون مؤمنا ايمانا كاملا الا اذا تحققت فيه شروط وتحققت فيه مواصفات من هذه الامور ان يكون كلامه طيبا وانه اذا ما تكلم فليكن كلامه كلاما بالخير لا كلاما بالشر فليكن كلامه دائما كلام فيه اصلاح لا افساد كلام فيه تعمير لا تخريب فيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ماذا يا رسول الله فليقل خيرا او ليصمت على كل انسان ان يعلم ان كل لفظ يخرج منه انما هو مسجل اما ان يكون الكلام مسجلا لصالح الانسان فينتفع به الانسان او ان يكون الكلام مسجلا ضد الانسان ولذلك قالوا ان الكلام ما دام بداخل الانسان فالانسان مالكه الانسان هو الذي يتحكم فيه اما اذا خرج من الانسان صار الكلام مالكا للانسان وصار متحكما فيه فاذا اراد الانسان ان يكون مؤمنا حقا واذا اراد ان يكون سائرا على طريق الله سبحانه وتعالى وأن يكون محققا لشكر هذه النعمة وهي نعمة الكلام فعليه دائما وأبدا أن يكون كلامه كلاما حسنا وأن يكون كلامه كلاما طيبا لأن هذا الكلام الحسن هو الكلام الذي يقبله الله عز وجل. هو الكلام الذي فيه النفع للإنسان ولغيره وهو الكلام الذي هدى الله عباده المؤمنين إليه. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد فيا ايها المشاهد الكريم احرص على ان يكون كلامك كلاما طيبا حتى يرضى الله عز وجل عنك وحتى تصل الى درجه الايمان الكامل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وكذلك حتى يتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي روايه اخرى المسلم من سلم الناس من يده ولسانه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته